موضوع ستي وموضوع زينه. أنا محمد سعيد حسونة، عائلتي من بداية الحرب كباقي العائلات التي كانت مقيمة في منطقة مخيم الشاطئ نزحت باتجاه الجنوب واستقرت في نهاية الأمر في منطقة تل السلطان في رفح، وكانت تقيم في أحد الخيم مع النازحين هناك. ولكن بتاريخ 13 يناير 13/1/2024 فقد أخي معتز سعيد حسونة في ذات المنطقة، ولغاية هذه اللحظة لا نعلم عنه أي شيء ولا نعلم مكان تواجده. لذلك نتمنى من أي شخص لديه أي معلومات أو تمكن من رؤية أخي المفقود أن يبلغنا ويساعدنا في العثور عليه.